الاب ديال شيماء الحسني، ويا كانت توجد الموحد ديالها وجات للدار من بعد. كيف ولي انا جيل هاد البنت عيط ولي برا هاكا عاملة السلام عليكم. انا العم ديال 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 البنت شيماء حسني اللي مختفيه من البارح. كما كتشوفوا الاب ديالها راه ما قدش يهضر مسكين، راه في الحاله واحد الحاله اللي وصلاتو ليها راه العفو لله. حنا ما عرفناش شنو هو السبب اللي خلاها باش انها خرجت. قالوا ان القرايه ما جابتش، يعني ما دوزتش مزيان في الموحد ديال التاسعه، خرجت مع داك الربعه جات للدار عادي صافي. قالت لما انا راه نمشي ندي واحد الصخره لواحد صاحبتي، مشات عندك صاحبتها دات الصخره ديالها. من تماك ما عاودناش شفناها من البارح، يعني دابا راه تقريبا 24 ساعه يعني ما رجعتش للدار كاع. يعني الواحد البنت اللي درويشه، يعني ما عمرها خرجت شي بلاصه ولا سافرت شي بلاصه. يعني الا كانت تشوفنا ولا شي واحد شافنا ولا شاف الصوره ديالها، راه الاب ديالها راه هو راه في واحد الحاله. وا دابا خي هادشي يا خي موني، حنا ما عرفناش شنو هو السبب، شنو بالضبط، واش امتحان اللي ما دوزتش مزيان وهذا هو السبب اللي خلاها انها مشات، يعني ولا شي سبب واحد اخر. حنا ما عرفناش شنو السبب باش انها مشات. حنا الحاجه اللي كنطلبوا دابا هو ان اللي شاف هذا الفيديو هذا، اللي شاف هذه البنيته هذه، راه الاب ديالها والام ديالها، خاص الام ديالها راه في واحد الحاله راه صعيبه، ولا العائله كامله، لا جدها حتى هو مسكين راه مريض، راه طايح حتى هو مسكين، بقات فيه بزاف. يعني اخوتي المغاربه راه تنقول لكم عاونونا باش اننا نوصلوا هذا الفيديو للبيبليك كامل، المغاربه كاملين، باش انه توصل يشوفوا داك البنيته اللي شافها، يتصل بالارقام هذو اللي كاينين، ولا يتصل بشوف تي في ولا بينا كاملين. الله يرحم الوالدين والامن. الامن خلاص راه داير الدور ديالو، الامن راه داير الدور ديالو من البارح، هذه 24 ساعه راه داير الدور ديالو. يعني الا كان شي واحد كما تنقولوا قيد ديالها قابضها ولا غادي معها، يعني راه غياخذ الجزاء ديالو ولا كذا. هذا الفيديو هذا اللي كيشوفه ولا مخبيه ولا شي حاجه، راه غادي ياخذ الجزاء ديالو. وانت الا كتشوفي هذا الفيديو، انت يا رب باك راه تيقول لك غير اجي، راه ما توقع لك حتى شي حاجه. العائله كامله تتقول لك راه غير رجعي، راه ما توقع لك حتى شي، ما عندك مناش تخافي، تقول دابا غير رجعي للدار. والله يسهل لاي واحد. مسامحه انا كيبغي تقول لي انا نجي لعندها، تقول لي انا نجي لعند البنت عيط ولي برا هاكا عاملين. لا غير شد راسك، راه الاب ديالها قلت لك راه ما يقدش يهضر، راه في واحد الحاله راه اللي صعيبه، راه الله يحسن العوان. وأخويا تنقول المغاربه كاملين تعاونوا معنا وبارطاجيو هذا الفيديو هذا باش يوصل لواحد الحد ان باش ديك البنيته ترجع. وراه الاب ديالها كما كتشوفوا راه في واحد الحاله، راه شكون الام ديالها راه في واحد الحاله اكثر من هكا. قلبتو ما خليتو فين ما خلينا فين، مشينا عند صحاباتها كاملين اللي تيقراو معاها، ما خلينا محطات، ما خلينا يعني الطبيب تا هو دزنا عنده، ما خلينا حتى شي بلاصه. ويعني تنتمنوا ان كما قلنا الفيديو يوصل، واي واحد شاف هذه البنيته ولا شاف يتصل بهذه الارقام الله يسهل عليكم.